لكن احنا لسه مكملين مع حضراتكم حلقتنا الخاصة للاحتفال برأس السنة، ومع بداية سنة جديدة هتبدأ خلال ساعات كان لازم نعرف ونعرف طلابنا في الجامعات بيفكروا ازاي، ويعني ازاي رسموا خطط لمستقبلهم، ايه المهارات والخبرات اللي عايزين يكتسبوها في السنة الجديدة. وده يمكن يعني اللي خلانا نختار الطالب زياد وليد، الطالب في الفرقة الأولى بكلية البيزنس بجامعة العاملين الأهلية العالمين الأهلية عفوا، لي يعني أنه يكون ضيف معانا منورنا دلوقتي عبر تقنية زوم. صباح الخير يا زياد. صباح الخير عليك يا أحمد، وصباح الخير عليك يا جمانة، وصباح الخير على كل المشاهدين. يعني زياد، في البداية عاوز أعرف ليه قررت تدخل كلية البيزنس تحديدا؟ هقول لحضرتك، يعني كل واحد فينا بيبقى عنده مهارات يعني معينه، ايه كل يعني كل واحد عنده مهارات ايه معينه، والصح انه يختار المجال الصح اللي تناسب مهاراته، نعم. اللي يعني اللي يناسب الحاجه اللي هو يعرف يعملها قدام، سواء في الشغل او في دراسه او كل حاجه. فيعني انا شفت نفسي كويس في لغه الارقام والتحليلات والكلام ده والمحاسبه وكده، فقررت اني ادخل بيزنس. وبحثت بقى عن دوت، لقيت يعني الكورس اللي انا محتاجه في جامعه العالمين، فدخلت هناك بقى محاسبه ونظم معلومات، وده يعني ده عشان ممكن هو يتناسب مع مهاراتي ان انا في الشغل وكده قدام في المستقبل. نعم. زياد طبعا بصبح عليك مره تانية، وقول لي صباح بقى النور. يعني انت قلت انت المهارات اللي عندك اللي خدت بالك منها انه انت شاطر في لغه الارقام، بس برضو البزنس عفوا البزنس محتاج مهارات تانية. شايف ايه المهارات عندك اللي لازم تنميها، وهل حابب ان انت تبدا مثلا وانت صغير، سنك صغير شويه، تبقى زي ما بيطلق دلوقتي انتربرينور، او يعني واحد من رواد الاعمال، او تبدا حاجه خاصه بيك؟ هو ان شاء الله ده يعني اكيد في المستقبل، بس دي ايه يعني دي هكتسب المهارات بقى دي مع الكليه، يعني مع زي الوقت ايه هكتسب المهارات؟ المهارات دي مع الكليه. زي شايف ايه المهارات دي؟ زي ايه؟ التحليلات، يعني انا حاليا بدرس محاسبه ويعني ونظم معلومات، يعني بدرس كورسات كتير في الكليه، وبندرس يعني بندرس كورس كمختلف جامعه بيتكلم عن رياده الاعمال، تهيل. وعندنا في الجامعة نادي اسمه ريادة الأعمال، ده بيخلينا نطبق اللي احنا درسناه وتعلمناه بشكل عملي، هايل. وإن احنا نطلع أفكار اللي هي كرواد أعمال ونطبقها، ودي عندنا في الجامعة بتدعمها مدعومة، يعني ممكن نطبقها في ظل ايه ارتباط الجامعة بالشركات الخارجية وكده، لو عندنا فكر نطلعه وكده. نعم. هايل. زياد، هل شايف كل الطلاب اللي موجودين حواليك في جامعة العالمين بيفكروا نفس التفكير، وإيه طموحاتهم أو أمنياتهم، إيه اللي هم عاوزين يحققوه من وجودهم في الجامعة تحديدا؟ يعني مش طبيعي يكون تفكيرنا واحد، بس المهم ان احنا في الاول وفي الاخر ان احنا يكون عندنا فرصة ان احنا نفكر احسن وافضل، صحيح. ونكتسب مهارات متنوعة يعني في الجامعة، وهنا بقى بيجي دور الجامعة ان احنا ايه نتعلم منها ونكتسب المهارات والخبرات دي. طيب زياد، انت دخلت جامعة العالمين، انت اصلا ساكن فين؟ انا ساكن في اسكندرية في العجمي. وبتروح يعني بتروح كل يوم ولا ازاي؟ قاعد فين؟ تعمل ايه؟ احكي لنا كده يومك بيبقى ماشي ازاي؟ يعني الجامعة موفرة لنا باصات يعني، ونحب نشكر الجامعة في دوت، يعني بنروح ونيجي بالباص، وفي بيبقى في سكن اللي حابب يقعد في سكن، بيبقى في سكن خاص بالجامعة، يعني الجامعة موفرة باصات لأي حد في لأي مكان في اسكندرية، يعني في وسائل في مواصلات وسائل او في تنقل كلها وسائل نقل، وكمان في موفرة سكن للطلاب اللي مش موفرة ساكنين في سكن مكان للطلاب قريب. اللي هم من خارج اسكندرية ومن المحافظات وكده. نعم. طيب زياد، يعني انت بدأت الكلام بأن كل شخص بيبقى عنده مهارات لازم يكتشف المهارات دي ويبتدي اللي هو يعززها ويطورها، ايه المهارات اللي تمام. بتنقصك وعاوز ان انت تنميها اكتر وتطورها اكتر في السنة الجديدة في 2023؟ يعني مثلا حابب انمي مهارة التحليل، ان انا احلل الارقام والاستنتاج، وان انا اخد قرار. حضرتك نعم. فاهمني؟ تاخد قرار في وعايز ايه بقى بالظبط؟ اخد قرار، يعني انا ابقى متخذ قرار زي رواد الاعمال كده.
طب زياد، واتعلم بقى الفكر بتاع رواد الاعمال وكده، وان انا مثلا اعمل بيزنس موديل وماركت اناليسيز ليا وكده. طيب هايل، قولي بقى زياد، عايز تبدأ السنة الجديدة بإيه؟ خلاص احنا بكرة أول يوم في السنة الجديدة إن شاء الله، هتبدأ السنة الجديدة بإيه؟ يعني انا حاليا مركز في دراستي الاولا يعني في الكليه وكده، برافو. يعني حابب بقى ان انا اخد كورسات يعني، واتوسع في مجال الاعمال وكده، واعرف اكتر عن البورصه وكده، يعني خصوصا ان الجامعه عندنا عملت زياره للبورصه وكده، وابقى فاهم اكتر في مجال البيزنس طب هايل، ان شاء الله تحقق كل اللي نفسك فيه. ونورتنا ان يا شاء زياد، الله. طبعا الطالب زياد وليد، الطالب في الفرقه الاولى بكليه البيزنس في جامعه العلمين الاهليه.